شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول إحدى الوظائف الشرعية الملقاة على عاتق كل واحد منا، وهي وظيفة التبليغ. ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع في فصول: الفصل الأول فلسفة التبليغ، الفصل الثاني التبليغ في الغرب، الفصل الثالث ماذا نعمل. أما بالنسبة إلى الفصل الأول وهو فلسفة التبليغ، لكي يتضح هذا الأمر نطرح السؤال التالي: هل الحقيقة، الحقيقة تعني الواقعية، هل الحقيقة بمجردها تكفي في تحريك الإنسان،
أو هنالك شيء آخر وراء الحقيقة؟ هذا السؤال يرتبط ببحث عميق ودقيق طرحه العلماء في علم الأصول، يعني بعض العلماء الذين عاشوا في الفترة الأخيرة، ولا نريد اكتناه هذا البحث، ولكن نكتفي بالإشارة العابرة. الحقيقة تمثل وجوداً عينياً خارجياً. هل الوجود العيني الخارجي بمفرده كاف في تحريك الإرادة الإنسانية؟ الجواب على ذلك كما يقول العلماء لا. الوجود العيني الخارجي لا يكفي في تحريك الإرادة البشرية، وإنما يجب أن يتلبس هذا الوجود العيني بوجود آخر يقال له الوجود العلمي أو الوجود الذهني. نقرب هذه الفكرة بمثال متواضع. رجل ضل طريقه في الصحراء، هذا الشيء كان يحدث كثيرا فيما مضى وحتى الآن موجود أفراد يضلون الطريق، وأوشك على أن يموت عطشا. الماء موجود على مقربة أمتار منه، أكو هنالك نبع ماء أو بئر ماء، ولكن هذا لا يعلم بوجود هذا الماء، لا يحتمل وجود هذا الماء. الماء موجود على بعد أمتار، الماء له وجود عيني خارجي، ولكن النتيجة أن هذا الإنسان يموت عطشا. لماذا؟ لأن هذا الوجود العيني الخارجي ما تلبس بالوجود العلمي أو بالوجود الذهني. ماء موجود في الخارج، ولكن هذا لا يعلم بوجود الماء، يظل على هذه الحالة إلى أن يموت. إذن الماء الخارجي، يعني الماء الذي في العين،
الماء الذي في المنبع لا يحرك الإنسان، من الذي يحرك الإنسان؟ الماء إذا كانت له صورة علمية أو كانت له صورة ذهنية. إذا اتضحت هذه المقدمة يمكن لنا أن نفهم بعض الحكم من وراء تركيز القرآن الكريم على التبليغ. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم حكاية عن شيخ الأنبياء النبي نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. النبي نوح يقول لقومه أبلغكم رسالات ربي، أنا عملي التبليغ، أنا ما عندي عمل وراء التبليغ. التبليغ يعني شنو؟ بلغ وبلغ باب التفعيل، وأبلغ باب الإفعال. تبليغ يعني شنو؟ تبليغ يعني إيصال الفكرة. أكو فكرة، أكو هنالك حقيقة، أكو هنالك جنة ونار، ولكن هذا لا يؤثر. أكو هنالك ألوهية، أكو هنالك مبدأ، أكو هنالك معاد، ما يؤثر. هذه الحقيقة تحتاج إلى تبليغ، يعني تحتاج إلى إيصال. الطرف الآخر يجب أن يكون عالما بذلك، ولذلك نوح يقول أبلغكم تبليغ رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن النبي نوح كان مبلغ تبليغ. النبي هود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يقول أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم تبليغ، وأنا لكم ناصح أمين، أنا أعظكم، أرشدكم إلى ما فيه منفعتكم ومضرتكم. هذا ماء، اشربوا هذا الماء، هذا السم لا تشربوا هذا الماء. مثل طبيب، الطبيب شنو وظيفته؟ العلماء يصطلحون على أوامر الطبيب بالأوامر الإرشادية، إرشاد. الطبيب يقول هذا الطعام ضار، هذا الطعام نافع، وانت بكيفك. الطبيب وظيفته التبليغ، الأنبياء أيضا وظيفتهم التبليغ، يعرفوننا نحن البشر بمصالحنا ومضارنا العاجلة والآجلة. الله تعالى يخاطب خاتم أنبيائه محمد يقول له وإن تولوا، إذا ما قبلوا كلامك، فإنما عليك البلاغ، أنت مبلغ، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ.
في آية أخرى، هذه الآية تشمل جميع الأنبياء، الله تعالى يقول: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ هذه وظيفة الأنبياء، أو هذه وظيفة الرسل، البلاغ المبين الواضح. فإذا في الواقع فلسفة التبليغ أو من فلسفة التبليغ إيصال الحقائق. أكو هنالك حقائق، أكو هنالك واقعيات، هذه الواقعيات وهذه الحقائق نوصلها إلى أذهان الناس، وإلا إذا ما أوصلناها ما يمكن نتوقع منهم شيء. كثير من الآباء يقولون: ليش أولادنا هالشكل؟ ويوم من الأيام تحدثت مع هذا الولد. بعض الأبناء يقولون لأباهم: ليش ما قلت لي؟ لماذا لم تقل لي؟ الأب عندما لا يتحدث مع ابنه أو مع بنته أو الأم، ما أتم عليه الحج، ما أتمت الأم عليه الحج، ليش ما قل؟ الأنبياء يقولون، الأنبياء يبلغون. هذا بعض الكلام في الفصل الأول، وهو فلسفة التبليغ. الفصل الثاني، إحدى الأشياء اللي قديما كانت، قديما هذه الوسائل ما كانت، العالم كان بلاد متباعدة، الانتقال من بلدة إلى بلدة ربما كان يطول أعوام. أكو في التفاسير أن فلانا رجل جاء إلى الحاج واستغرق مسيره 5 سنوات. هالشكل بلاد العالم كانت متباعدة منفصلة. الآن بلاد العالم كما يقولون، العالم أصبح قرية واحدة. خبر يحدث في آخر بلاد العالم بعد لحظات ينتشر في كل العالم. في ذاك الوقت مع ذلك التباعد، مع فقدان الوسائل والأدوات، آباؤنا أجدادنا، لاحظوا هذه الهمة اللي كانت عندهم، كانوا يرحون إلى أقصى بلاد العالم مبلغين. مو العلماء فقط، العلماء لهم دورهم، لا، حتى الأفراد العاديين كان يذهب إلى آخر بلاد الدنيا لتجارة، يفكر في التجارة ويفكر أيضا في التبليغ، إنقاذ هؤلاء البشر. هؤلاء البشر يمكن يوم القيامة يجون يأخذون أمامنا، ليش ما قلت لنا؟ مثل واحد طبيب يعرف كل شيء، المريض لم يأكل طعام مضر ما يقول هذا المريض بكرة ما يأخذ أمام هذا الطبيب. هؤلاء البشر اللي يعيشون الضلال والحيرة والانحراف، هؤلاء بكرة يوم القيامة ما يأخذون أمامنا، ليش ما قلتوا؟ ليش ما بلغتوا؟ آباؤنا ذهبوا في تلك العهود البعيدة إلى أقصى نقاط العالم وبلغوا، راحوا إلى الصين، راحوا إلى الهند، راحوا إلى بلاد الغرب، راحوا إلى إسبانيا، راحوا إلى مختلف نقاط العالم وبلغوا.
وكثير منهم قتلوا. يعني هذا الطريق في ذلك الوقت، الآن التبليغ هين إلى أبعد الحدود، غالبا لا بسيف ولا برمح ولا بقتل ولا بقتال. كتاب واحد يطبع مثلا في ذلك الوقت، القضية كانت خطرة، كان يقتل الفرد. ذهبوا وبلغ، الصين فتحت بالتبليغ، الهند فتحت بالتبليغ، غالب بلاد الدنيا فتحت بالتبليغ لا بالسيف. تبليغ، كانوا يعرضون عليهم الإسلام، القرآن، المبادئ، وهذه المبادئ لها جاذبية عجيب جذب. هذه القضية رأيتها في مكان جديدا، أن باحثا غربيا جاء إلى إسرائيل لدراسة عمق الديانة اليهودية. الديانة اليهودية شنو هي حقيقة؟ الآن بعيدا عن الإعلام، لا حقيقة الديانة اليهودية شنو هي؟ واحد إذا يريد يدرس حقيقة التشيع وين يروح؟ يروح إلى الحوزات العلمية، شنو التشيع حقيقة؟ واحد إذا يريد يدرس الديانة اليهودية، هذا فكر أن يذهب إلى إسرائيل. راح هناك، صدفة اتفاقا التقى ببعض المسلمين، شافهم هناك، تعرف على الإسلام. هذا الباحث الغربي شاف الإسلام، خش أوله آخره مبدأ معاد واضح. هاي إحدى الأشياء المهمة الآن في إيمان كثير من الغربيين، أن الفلسفة الغربية ما فيها جواب مقنع ووافي عن قضية المعاد. بكرة إحنا نموت، بعد الموت شنو أكو؟ بعد الموت فناء أكو، يعني عدم، إحنا ننعدم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ شنو بعد الموت؟ هاي قضية مهمة، قضية الموت من أهم القضايا في حياة الإنسان. الإنسان المادي ما يعلم. الإسلام أول واضح، آخر واضح، مناهجه كريمة، مناهجه واضحة، مناهجه برهانية. شاف الإسلام، بحث، اقتنع فأسلم. هذا الباحث الغربي قرأت في كتاب، عنوان الكتاب انتشار الإسلام، كتاب لطيف، يقول أحد المبشرين المسيحيين راح إلى جنوب إفريقيا للتبليغ المسيحي، يعني للتبشير. راح هناك شاف المسلمين. من الأشياء التي أثرت فيه جدا وضع المساواة بين المسلمين، تشوف التاجر الكبير في صلاة الجماعة مع الفقير المتواضع، يقف أحدهم إلى جنب الآخر، ولا يشعر هذا بأنه فوق ذا، لا، كلنا عباد الله. الأسود يوقف يم الأبيض. هذه الحالة حالة مهمة لا نجدها في الحضارة المادية. شاف هذا الشيء، هذا الشيء جعله يبحث حول الإسلام. اقتنع هذا المبشر المسيحي في جنوب إفريقيا بالإسلام وأعلن إسلام.
صار مسلم. احنا ما عندنا كثير من علماء المسيحيين صاروا مسلمين حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله، صاروا مسلمين مما عرفوا من الحق. نقل لي أحد الإخوة هذا في سياق آخر، يقول رجل بيت شعر واحد، جعله هذا البيت من الشعر الواحد يهتدي إلى مذهب أهل البيت، شعر واحد. هذه القضية حدثت في الشام. يقول كنا في الجامعة أو في مثلا المهم في المعهد في المدرسة، وصلنا إلى هذا الشعر، شعر الفرزدق، شطره الأخير من الصحابة لم أكتم كما كتموا. أنا ما أتذكر الشطر الأول. من الصحابة لم أكتم كما كتموا. هو كشاهد ذكره المدرس، شاهد عابر، ولكن هذا الشعر للفرزدق، الفرزدق من التابعين، هذا كان قريب عهد الصحابة وقريب عهد النبي صلى الله عليه وآله. يعني شنو لم أكتم كما كتموا؟ شنو معنى هذا الشعر؟ أكو شيء الصحابة كتموه أخفوه؟ هذا جعلني أبحث وأحقق، فانتهيت إلى أن هنالك شيئا كتموه، وهو حق علي بن أبي طالب، ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. آمن، أعلن ولاءه للحق، والآن هو أحد المدرسين في الحوزة العلمية، هو هذا الرجل. يعني التبليغ جدا مؤثر. الناس أغلبهم ما عندهم عنا، الناس أغلبهم طيبون. حاضر، إذا شرحت له، إذا أقنعته يقبل. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة ونختصر، ماذا نعمل؟ إحنا شنو وظيفتنا؟ التبليغ فريضة، مو فقط على العلماء. كل من يعلم، كل واحد منا يعلم، احنا كثير من المعارف عندنا. التبليغ فريض. الشهيد الثاني رحمة الله عليه يقول التبليغ في وقت كان واجبا كفائيا قديما. الشهيد الثاني يمكن كان قبل حوالي يمكن 400 عام مثلا، ولكن الشهيد يقول في عهدنا حيث انتشر الفساد والانحراف، الآن التبليغ واجب عيني على كل أحد. يعني شلون صلاة الظهر واجبة على كل أحد، التبليغ أيضا في ذاك الوقت يعني قبل حوالي 400 عام واجب على كل أحد. الآن شنو نقول؟ تبليغ واجب. احنا كل واحد منا يعلم، يعلم ولو بوجوب الصلاة، ولو بوجوب الصوم، ولو بوجوب الحج، ولو بوجود الله تعالى بهذا المقدار. إذن كلنا علماء. العالم وظيفته أن يبلغ علما. احنا ماذا نتمكن؟ احنا عندنا طاقات هائلة. الشيخ محمد جواد البلاغي رحمة الله عليه، اقروا تاريخه،
هذا العالم الكبير اللي خصص حياته للرد على الأفكار المنحرفة عند بحث مع اليهود. هذا العالم ذاك الوقت يمكن قبل حوالي 50 عام راح وتعلم اللغة العبرية حتى يشوف اليهود شنو أكو في كتبهم. عالم في النجف يتعلم اللغة العبرية، كتب حول اليهود، كتب حول المسيحيين، كتب حول الطبيعيين يعني الماديين. الآن يريد يطبع كتبه، ما عنده شيء. شوفوا هذا العالم، شوفوا هذه التضحية، وأنا شفت مثل هذه التضحية في هذا البلد من أحد المؤمنين. هذا الرجل الشيخ محمد جواد البلاغي باع بيته، أكو واحد يبيع بيته؟ وبثمن هذا البيت طبع كتبه. أحد المؤمنين في هذا البلد الآن موجود، فعل نظير هذا العمل باعتبار أنه ما إلى إلا حق لبيت واحد، تنازل عن البيت لحسينيته. الحسينية باسمه ما إلى بيت، واحد عنده بيت إضافي في بلد ثاني لا يحتاج إليه، في العام شهر يروح إلى ذاك البيت 10 أيام أو ما يروح أبدا. هذا البيت يجعله وقفا للتبليغ، هاي ذخيرة للآخرة، ويشترط أنه في كل عام عندما يجي إلى هذا البيت شهر له الحق في هذا البيت، يقعد في هذا البيت، رابح الدنيا والآخرة، لم يخسر شيء. كتاب واحد يطبع. الآن اللجان الخيرية اللي هي النعمة من الله سبحانه وتعالى، لجنة خيرية، أكو قرآن إضافي في بيتكم، روحوا هذا القرآن اطوا لهذه اللجنة قولوا ابعثوا إلى بلاد الغرب، يمكن واحد اهتدى بهذا القرآن الكريم. الكتاب مؤثر، الشريط مؤثر، شريط ترونه مناسب، واحد يأخذ من هذا الشريط ويطبع منه 1000 نسخة ويوزع على المؤمنين، مؤثر. أنقل لكم باختصار قضيتين وأختم الموضوع. القضية الأولى، رجل الآن موجود في الشام في سوريا، هذا الرجل مهتم بالنشر والعمل الثقافي. في يوم من الأيام أراد أن يطبع كتابا حول قضايا كربلاء، كتاب حول قضايا عاشوراء. الوقت جدا كان ضيق، يعني بكرة كان يجب أن يكون هذا الكتاب مصفوفا. أعطى هذا الكتاب لرجل يعيش في سوريا، قال اطبع هذا الكتاب وبكرة أريد هذا الكتاب منك، محرم قريب. الرجل أخذ الكتاب حتى يطبعه في بيته. هذا الرجل له زوجة متعصبة إلى أبعد الحدود، معاندة، كل ما يكلموها حول أهل البيت، مذهب أهل البيت، تقول لا تحجون حول ذلك أبداً،
يعطوها كتاب تقول أنا ما أريد أشوف كتاب حول الشيعة أبدا. أكو بعض الأفراد عندهم هذه الطبيعة. هذا الرجل يأتي إلى البيت في الليل كأنه كان منهك متعب، ما يتمكن هو يباشر هذا العمل، فيقول لزوجته إذا ممكن أنت تطبعين هذا الكتاب لزوجته هذه المتعصبة، لأن بكرة أنا لازم أقدم الكتاب وأنا ما أقدر. قل له ما يخالف، كعمل تجاري المرأة تأخذ هذا الكتاب، واسم هذا الكتاب كتاب عاشوراء، كتاب مو كتاب كتيب، كتاب صغير. هذه المرأة تبدأ بطبع هذا الكتاب. الصبح هذا الرجل يقوم لصلاة الصبح، يشوف أن عيني زوجته محمرتان من البكاء. هذه من أول الليل إلى الصبح تطبع قضايا عاشوراء، قضايا كربلاء، وتبكي. عندما يستيقظ من النوم تقول له أنا ما كنت أعلم أنه هكذا صنعوا بأهل البيت صلوات الله عليه، وأنا الآن أتشيع. وتشيعت هذه المرأة ببركة هذا الكتاب، كتاب مؤثر. القضية الثانية، هذه القضية اتفقت في السودان، نقلها لي أحد الإخوة، قال إن فلانا أعرفه ذهب إلى التبليغ في السودان، ينقل أن رئيس العشيرة الفلانية، أكو عشيرة كبيرة، هذا الرجل متشدد متعصب إلى أبعد الحدود. هذا الرجل في يوم من الأيام أعلن تشيع. لماذا؟ يقول ليلة من الليالي كنت في عالم الرؤيا، وإذا بي أرى أن القيامة قد قامت مثل ما هو مكتوب في الكتب، الناس يموج بعضهم في بعض، الشمس على مقدار رمح واحد، حرارتها موجودة، نورها مو موجود، وذلك الوصف الذي نجده في الكتب. وأنا متحير ماذا أفعل، ما هو المنجى، ما هو الخلاص. يقول وإذا بمناد ينادي غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد. إحنا عندما كنا نسمع هذه الرواية من الخطباء هكذا كنا نظن، غضوا أبصاركم هذا أمر تشريعي، يعني فد أمر أنه غضوا احتراما تبجيلا ليلا. يقول أنا في عالم الرؤيا رأيت أن هذا مو مجرد أمر تشريعي، هذا أمر يرتبط بواقع تكويني. ما نقدر ننظر، ما نتمكن، يعني مثل ما إحنا الآن ما نتمكن أن ننظر إلى الشمس لشدة نورها، واحد يقول لا تنظر لأن ما تتمكن. هكذا كان نور فاطمة.
غمر أهل المحشر وجاءت فاطمة صلوات الله عليها وعبرت على رؤوس الخلائق إلى الجنة. ثم نادى مناد: أين الشيعة فاطمة؟ يقول: وإذا بشيعة فاطمة صلوات الله عليها يلتحقون بها في الجنة. ثم نادى مناد: أين أعداء فاطمة؟ سماهم، أخذوهم إلى المكان الذي يجب أن يؤخذوا إليه. يقول: إحنا عمر عايشين على أمل هؤلاء ونعتقد أن هؤلاء كذا وكذا، وإذا بهم كلهم أخذوهم. يقول: أنا قمت من مكاني بصعوبة حتى أذهب أيضا مع الشيعة إلى الجنة، شفت ما أتمكن، كلما حاولت ما تمكن، على أثر الضغط والجهد استيقظت من النوم وإذا بي غارق في العرق من الخوف والرعب. فكرت شنو كان بين فاطمة وبين الآخرين، شنو القضية؟ يقول: أخذت شريط خطبة فاطمة الزهراء، هذه الخطبة من الخطب المهمة، ونقل لي أن عوائل تشيعوا على أثر هذا الشريط. هي هاي الخطبة، خطبة الفدكي. أخذت الخطبة، فتحت لي آفاق جديدة، ذهب طالعت وجدت أن الحق في مذهب أهل البيت. هذا الرجل كان يقول هذا رئيس العشيرة تشيع، وإلى الآن، يعني إلى الوقت الذي كان ينقل لي القضية قبل حوالي 5 أشهر، 60 واحد من قبيلته اهتدوا إلى مذهب أهل البيت. الكتاب مؤثر، الشريط مؤثر، الإعلام مؤثر، القرآن مؤثر. القرآن له تأثير هائل، قراءة القرآن، يعني هو لفظ القرآن، حتى إذا واحد ما يعرف معنى القرآن مؤثر. وهنالك قضايا ماكو مجال لذكرها الآن. إحنا في الواقع ينبغي لنا أن نحاول أن نقوم بهذا الدور، بكرة لا نكون مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى. الذين يبلغون رسالات الله، إبلاغ، إيصال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هذا الشهر آخر شهر من عمرنا، وأن يعيده علينا بالخير والبركة. وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم وعباداتكم ببركة محمد وآل محمد. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام نيراً، وافتح من الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.